والأخ المفتش الإخوة أعضاء اللجنة المركزية والوطنية. كما نرحب بممثل الأحزاب الوطنية والفعاليات المدنية والاجتماعية وممثل وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية. مرحبا بالإخوة المناضلات ومناضلي حزب الاستقلال. كما نرحب بجميع الحاضرين والحاضرات. السيد الأمين العام، السيد الأمين العام، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في أحضان أسرتكم التي تعتز انتمائكم إليها، والتي كانت دائما وستظل وفية للنضال بجانبكم داخل حزبنا العقيم من أجل الدفاع عن مبادئ وقيم الوطنية والعدالة الاجتماعية والازدهار في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. السيد الأمين العام، إن زيارتكم هذه تعتبر بمثابة سنة رحم مادويكم وأقاربكم الذين يعتزون بكم وبأسرتكم، وهي أيضا مناسبة للوقوف على واقع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة التي تتطلع إلى المزيد من الاهتمام والعناية من طرف السياسات العمومية في كل المجالات. وما هذا الحضور المتميز إلا تعبيرا صادقا عن دعمهم لمساركم النضالي النبيل ولمرافعاتكم ودفاعكم عن قضايا وانشغالات المواطنين. وقد تتبعنا باعتزاز زياراتكم لمختلف الجهات في المملكة، حيث عاينتم أحوال الساكنة هناك وضعية الحزب والمناضلين الذين يظلون دائما أوفياء ومعرفين داخل المنظومة الحزبية لخدمة وطنهم. الأخ الأمين العام، عندما كتبتم وقدمتم رؤية الأمل خلقتم نقاشا وطنيا وخصوصا بين المناضلات والمناضلين أن جهتنا تحتاج إلى دعمكم ومساندتكم لتتمكن من الظفر بنصيب مستحق من النمو والازدهار، خصوصا وأنها تزخر بموارد طبيعية وبشرية مهمة جدا. أخ الأمين العام، وأؤكد لكم كذلك أننا معبئون وراءكم لربح الرهان وتحقيق ما تصبو إليه، ابتداء بتعزيز مكانة حزبنا